ايه يا عم عبد الله؟ عم ده انا قلبت عليك قهاوي البلد بحالها مش لاقيه. حبكت يعني القهوة دي من دون قهاوي البلد؟ بقول لك ايه، ما تيجي نقوم في الهوا شوية لحسن. القهوة دي خانقة كده كلها دخان. قوم 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 يلا يا عم. يا عم قوم يا عم، ما تفضلش قاعد كده. قوم يلا اسمع الكلام، يلا قوم. أهو هنا كلها خانة، قوم بس، قوم 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 تعال. كويس ان انت فشيت غلك فيها، على الاقل ترتاح شويه. دور الباقي عليا انا بقى. الحمد لله ان انا ما صبطتش في ابوك، كانت بقت كارثه. عبد الله وبعدين؟ انت هتفضل ساكت كده؟ يا عم اقعد هنا واسمعني. مش معقوله يا عبد الله، مش كده. الله، في ايه يا عبد الله؟ هتفضل ساكت كده؟ يا ابني المصيبة لما بتيجي للواحد لازم يعمل أي حاجة، لازم يفلفص. اخبط راسك في الحيط، زعق، قلطم، صوت. يا عم مد إيدك واضربني قلمين، صدقني هتستريح. في إيه يا عبد الله؟ أنت ما تحسش بالذنب، أنا أخوك وعارف أنا بقول لك إيه. الذنب ده اللي المفروض يشيله أبوك. فكيت على نفسك عشان خاطر عيالك، لكن أبوك جه على عياله، جه علينا عشان خاطر نفسه. عبد الله، عبد الله، أنا عارف إن أنا مهما اتكلمت عمر ما هحس بالمصيبة اللي أنت فيها، بس ما ينفعش. أنا عارف إن أنت أب، وأنا عمري ما حسيت إحساس الضنا. عبد الله عشان خاطر ما ينفعش اللي أنت بتعمله في نفسك ده. بس إحنا إخوات، وأنا مش هسيبك، والله العظيم ثلاثة ما هسيبك. فوق بقى يا بقى، بقول لك إيه؟ أنا عايزك تفك، أنت فاهم ولا لأ؟ Watch it.